تحديد هذا بناء على القرار رقم اذا كان فيها 800 متر هذه نعطيك ندير فيها سطاد غازوني. هذا سيت انديفيدوال، هذا سيت اميتور. وصولا باجهاز تقليدي ببلدية الصور. إن المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني. أنا من كوفي. بالله من هذه كوفي. فإن مدير الحماية المدنية لولاية العقيد عبد الحميد زيغد مدير الحماية المدنية لولاية مستغانم. تحتفل مديرية الحماية المدنية لمستغانم هذا اليوم المصادف ل 1 مارس 2021 باليوم العالمي للحماية المدنية تحت شعار حماية مدنية قوية من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني. بهذه المناسبة احتفلت مديرية الحماية المدنية لمستغانم على غرار بقي ولاية الوطن تحت هذا الشعار، والذي من خلاله سننطلق في مرافقة ودعم كل المؤسسات الاقتصادية سواء الناشئة يعني التي يمكن يزعم إنشاؤها أو الموجودة في حيز استغلال، بدعمها في الجانب الوقائي من خلال دراسة الملفات وكذلك على المستوى العملياتي من أجل في مجال التكوين وكذلك التدخلات التي تسمح لنا من تقليل الأخطار على مستوى هذه المؤسسات.